الثالث من أركان الإيمان. هاي ركن تبي أمبي ركن إيمان. الإيمان بجميع الكتب المنزلة من السماء. كيون ترو إيمان جو تو رول رول كتاب ده الله سبحانه وتعالى بان بنجاه ملب لوكيني. نؤمن بأنها كلام الله سبحانه وتعالى. يون ترو جو أبد بقتها كتاب ركا كمبي تنو كجي بي سمدير با الله تعالى بطول. وأنها منزلة غير مخلوقة. وينو كي الله تعالى بان بنجاه مو بمن جي مخلوق لاي. وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب. هاي الله سبحانه وتعالى من جاه رول رول بندا نبي كي مين كمبي ربه بوكي. نؤمن بجميع الكتب. هاي ينترو جير نو كمبي كمبي تقهنو. وبمعلمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها. هاي الله تعالى بان ينجير نو ويدا تعالى بان براب أمبي شمو شمو كمبي ربه الله دال من جاه نلو بوكي نو. وما فيها من أحكام وأخبار. هاي نهوكم ركو شباب شباب دا الله تعالى بان كمنات ركو بان ساسي ركو بان نجي نقنان كمبي تنقل. لكن لا نعمل إلا بما جاء في القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كبنتا ين من أعنوات نو أوي دال مين نقنان كمبي تنقل كراو أمبي hukum ruku ahkam da Allah Taala ban niji dalam Quran dan sunnah Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نؤمن بهذه الكتب لكن لا نعمل بما فيها لأننا نعمل بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. Jeung chue nou leu kitab rue ko kompi tang nou ko pantai jeung man anuwat ptoal rue ko jeung man anuwat te krau ampi kitab da Allah Taala banchoh mo leu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.